بغداد، تلك المدينة التي سبقت مثيلاتها من مدن المنطقة خلال العصر الحديث بالتوجه نحو العمران والبناء، مستلهمة تألقها من ماضيها الحضاري العريق، إلا أن ذلك التألق بدا مستفزاً لأعدائها، فكادوا لها وعملوا على طمس هويتها الحضارية. مركز الإشعاع الحضاري والتراثي والعالمي هنا، كان هنا ثقافة بدأت من هنا. أصلاً الإنسان بدأ يكتب قبل بناء بغداد، يكتب من هنا، القلم من هنا بدأ. فلذلك بغداد في عصر هارون بلغت الذرة وصنع الساعة الرملية أدهشت العالم، وجاء من بعده ابنه المأمون العباسي الذي فتح دار الحكمة، وهم من هنا الأطباء والعلماء، وكثير من الأوروبيين كانوا يدرسون هنا في هذه الأرض في بغداد. حفظ التاريخ لبغداد أنها كانت مركزاً للعلم والثقافة لمئات السنين، حتى أتاها من لا يقدرون ذلك الإرث الحضاري، فشوهوا ذلك الوجه الذي طالما أضاء بنور العلم والمعرفة أرجاء الدنيا، وأفقروا أهلها حتى باتت بغداد تصنف ضمن أسوأ مدن العالم للعيش. خدمات ماكو، مشاريع ماكو، أعمار ماكو، بس ملتهين بالسرقة وملتهين بالملذاتهم، والفلوس كلها تتهرب للخارج، والبلد متحطم ومتدمر، العوائل انكسرت، التعليم فاشل، القضاء فاشل. طوال 17 سنة مضت انهارت معظم مقومات الحياة في المدينة، وتراجعت خدماتها وبنها التحتية، وبات سكانها يعانون الإهمال وتداعيات منظومة حكم الفاسدة بنهجها الطائفي، بعد أن سيطرت على أحيائها ميليشيات لا تفقه من الدنيا سوى القتل والنهب وتشريد الأبرياء. الشعب ما مرتاح نفسياً، واقع سيء، واقع ماكو ثقة، مفقودة الثقة، كثرة العناصر مو جيدة بظل هالوضع، أكو عناصر مو جيدة كثرت فينا أكثر. غير أن ثمة ضوء بات يشع في نهاية ذلك النفق المظلم، ضوء تذكي ناره دماء شهداء ثورة تشرين التي أحيت في الصدور حلم بغداد الحضارة والثقافة، حلم بغداد التي يحكمها من لا يدينون بالولاء للشرق أو الغرب، وإنما يكون ولاؤهم فقط للعراق وأهله.